لسه مستمرين مع حضراتكم في حكاية وطن، والحقيقة أنه استعادة التوازن على المستوى السياسي سواء كان المحلي أو الدولي كان هدف واضح جدا للدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. السنوات التسعة اللي فاتت شهدت جهود كبيرة جدا لتماسك الجبهة الداخلية وفي نفس الوقت لاستعادة دور مصر الإقليمي والدولي. أكيد خلينا نتكلم بتفاصيل أكتر مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير استاذه منى، صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير يا فندم. لما نيجي نبتدي في البدايه نتكلم عن جهود الحفاظ على الامن والاستقرار الداخلي اللي حصل خصوصا بعد فتره من عدم الاستقرار مرت بها مصر. مؤكد استاذه منى، وكما تفضل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي واشار انه لا يمكن ان حضرتك تلاقي اي نوع من انواع التنميه تتم على الارض دون وجود الامن والامان والاستقرار. التحدي الأول لعمليات التنمية هو الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، هو تقوية مؤسسات الدولة، هو القيام بالدور المنوط للدولة في الحفاظ على النظام الداخلي. كل ده بيمكن الدولة من فرض النظام، من فرض القانون، ومن ثم دفع جهود التنمية بطريقة عادلة متوازنة تحقق الاستفادة الكاملة لجميع مواطني هذا الوطن. طيب أستاذ أحمد، وإحنا بنتكلم عن الاستقرار الداخلي، إزاي حضرتك شايف أنه خلال السنوات اللي فاتت المصارحة والمكاشفة في كل خطوة الدولة بتخطوها، في أي مشروع الدولة بتتكلم عنه، في أي أزمة الدولة بتمر بيها، كان عامل مهم جدا في تحقيق الاستقرار الداخلي، ومن ثم كان له انعكاساته على دور مصر سواء الإقليمي أو الدولي؟ طيب أستاذ محمد، خلينا نبتدي ونشوف إن ما تم وسيتم اليوم وسيتم غدا هو بمثابة كشف حساب للمواطن الواعي على أرض هذا الوطن. عليه أن يدرك أنه مع تعدد الافتتاحات التي تمت، مع تعدد المشروعات القومية التي تمت، مع تعدد زيادة معدل التنمية في الدولة المصرية، تماسك الجبهة الداخلية كان بيمكنها من مجابهة التحديات الخارجية الكتيرة اللي اعترضت وعرقلت عملية التنمية المصرية. تجارب التنمية المصرية على مر التاريخ تجارب بتتعرض دائما لمحاولة الكسر من الخارج. هذا الوطن الذين يتربصون به يهدفون دائما إلى عرقلة محاولات التنمية داخله. بمعنى لو نظرنا إلى تجربة محمد علي اللي كانت أطول تجربة تنموية بحكم استقرار نظام محمد علي لفترة طويلة، لكنها في النهاية تعرضت لانتكاسة كبيرة. كذلك تجربة التنمية التي تمت بعهد الرئيس عبد الناصر، وشفنا التحديات اللي عرقلت هذه العملية عبر دفع الدولة المصرية إلى خوض العديد من الحروب استنزفت مقدرات هذا الوطن واستنزفت قدرات هذا الشعب في عملية التنمية التي كانت تصبو إلى وضعه في المكان اللائق. منذ هذا الوقت الدولة المصرية بتعاني كثيرا في حل للمشكلة الاقتصادية ما بين الموارد وما بين الحاجات. والموارد الدولة المصرية كما يعني نقدر نفهم من الشرح اللي تم بالأمس في المحور الاقتصادي لحكاية وطن إن الموارد محدودة، ورغم ذلك الدولة تصدت بشجاعة وقررت أن تجابه هذا الأمر بالإسراع بمعدلات التنمية، بالإسراع بقرارات الإصلاح الاقتصادي، بالإصرار على الحفاظ على العدالة الاجتماعية، بالإصرار على الحفاظ على كرامة الإنسان المصري عبر أكبر عملية تنمية مستدامة تمت على أرض هذا الوطن. كل هذا الأمر الدولة المصرية بتحاول من خلاله أن تجابه تحديات لم تفرض عليها نتيجة سياسات اتخذتها، ولكن فرضت عليها نتيجة تحمل سياسات خاطئة وسياسات معيبة أخذت على مدار سنوات كثيرة. الأمر لا يتعلق بسياسات داخلية ولكن سياسات خارجية أيضا اضطرت الدولة المصرية إلى التعامل معها في حينها فيما مضى. الثمن اللي دفعته الدولة المصرية من 2011 ل 2013 كان كبير جدا. الخسائر اللي الدولة المصرية تحملتها في العديد من القطاعات التنموية والعديد من القطاعات الاقتصادية أدت بها إلى تراجع خطوات إلى الخلف كثيرة على معدل النمو الاقتصادي. منذ عام 2014 الدولة المصرية كان قدامها تحديين رئيسيين، تحدي النمو الاقتصادي وتحدي مجابهة الإرهاب اللي كان بيحاول من خلاله المتربصون بهذا الوطن أن يعرقلوا عملية التنمية المصرية. وقدرت الدولة المصرية بتماسك الجبهة الداخلية وبقدرة قواتها المسلحة الشريفة والشرطة المدنية
ان هي تجابه هذا التحدي وتحقق الامن على الصعيد الداخلي. الشعب المصري هنا هو البطل في هذه الحكايه، لان الشعب المصري ده هو اللي تحمل طعنات الارهاب الغادره، وهو اللي تحمل القرارات الاقتصاديه القاسيه اللي اضطرت بها الدوله لاصلاح مسار يعني الاعوجاج في معدل النمو الاقتصادي للدوله المصريه. قرارات مهمه اتخذت واصلاحات تمت بتحاول من خلالها الدوله المصريه ان تحقق التنميه المستدامه لهذا الشعب. اكبر مشروع تنموي تم على الارض المصريه اللي هو مشروع حياه كريمه، المشروع القومي حياه كريمه. طب المشروع ده بيرتبط بالاهداف ال 17 مباشره للامم المتحده لتحقيق التنميه المستدامه. التنميه المستدامه اللي بنتكلم عليها اللي هي القدره على تحقيق تنميه اقتصاديه في ضوء مراعاه الابعاد الاقتصاديه، عفوا الابعاد الاجتماعيه لهذه العمليه، وايضا ان يراعي ذلك البيئه، وان يسير في مسارات متوازنه ما بين الحفاظ على بيئه صحيه وما بين تحقيق عداله اجتماعيه مع الحفاظ على المعدل الاقتصادي للنمو. لما بنشوف ده على الارض المصريه لازم نفتكر ان الدوله المصريه هدفت الى القضاء على الفقر، والفقر في مفهوم الدوله المصريه وفي المفهوم العام للعالم لا يرتبط فقط يعني بالناحيه الماديه او بناحيه الاكل او ما شابه، ولكن يرتبط اكثر بتوفير حياه كريمه للمواطن المصري. لما بنشوف ده على الارض بنشوف الدوله المصريه ازاي اقتربت بمدخلات مختلفه على الصعيد الداخلي عبر اكبر مجموعه من المبادرات الاجتماعيه للاسكان الاجتماعي، عبر اكبر مجموعه من المبادرات الاجتماعيه للقضاء على العشوائيات، عبر اكبر مجموعه من المبادرات الصحيه للحفاظ على صحه المواطن، عبر اسراع التعليم، عبر الاسراع بعمليه المناطق الاستثماريه لتوفير حاضنه للقطاعات الاقتصاديه المختلفه، وكل ده في ظل الحفاظ على البيئه. يمكن ما كانش كتير من المصريين يسمعوا قبل كده عن جهود الدوله في الحفاظ على البيئه، ولكن الدوله المصريه استضافت في تتويج لجهودها الكبيرة والكثيرة والمتعددة والفاعلة كوب 27 السنة اللي فاتت في شرم الشيخ، وده كان تتويج لجهود الدولة المصرية في تقديم نفسها في كنموذج يحتذى به في عملية التنمية المستدامة باعتبارها الدولة التي تحافظ على معدلات نمو في ظل تحديات اقتصادية كبيرة جدا نتيجة لظروف خارجية حاولت أن تعرقل هذه المسيرة، ولكنها تمكنت من الصمود بفضل هذا الشعب وبفضل السياسات التي اتخذتها الدولة، ومكنتها من مجابهة تحديات كورونا، ومكنتها أيضا من مجابهة تحديات أزمة روسيا وأوكرانيا. كل ده بيقول أن هذا الشعب بطل هذه الحكاية، وأن لدينا قائد لديه رؤية استراتيجية استطاع بالتعاون مع مؤسسات الدولة التنفيذية أن يتربطوا جميعا على مجموعة من الإصلاحات التي أدت بنا في النهاية إلى الاستمرار والثبات في هذه التجربة. وعلى الشعب الرؤية أستاذ أحمد ما كانتش داخلية فقط، نقدر نقول إن كان في رؤية خارجية أيضا. إحنا قعدنا فترة نتكلم إن إحنا بنعاني كمصر من الانكماش الخارجي في العلاقات الدولية، لكن حصل طفرة كبيرة جدا من بعد 2013، تعزيز العلاقات الدولية مع دول الجوار والدول الأخرى في المنطقة وخارجها. إزاي حصل بعد مرحلة الانكماش حصل العودة لمختلف الأماكن؟ بالعكس بقى في تعزيز كبير جدا للدور المصري في الخارج. كان المهم يا استاذه منى في الاطار ده ان احنا نحافظ في الاول على مجموعه من العوامل الداخليه المهمه جدا. تاسيس مؤسسات قويه للدوله المصريه، بنتكلم على برلمان، بنتكلم على مؤسسات تنفيذيه، بنتكلم على شعب لديه وعي بالمحيط به من التهديدات والتحديات والمخاطر التي يمكن ان تعرقل مسيرته نحو التقدم والتنميه. الانطلاق بعد كده كان بعد استقرار هذه الاوضاع نحو مخاطبه العالم، وخلينا نفتكر اول خطاب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امام الجمعيه العامه للامم المتحده عام 2014، واللي فيه حدد محاور السياسه الخارجيه المصريه بمنتهى الدقه اللي هتتبناها الدوله المصريه وهتعتبرها خارطه للتعامل مع كافه القضايا التي تمس علاقات مصر بالدول والاطراف الاقليميه، وايضا علاقات مصر مع دول العالم. أهمها الحفاظ على الدولة الوطنية، أهمها الحفاظ على مؤسسات الدولة، أهمها الحفاظ على الجيوش الوطنية، أهمها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أهمها مبدأ حسن الجوار، أهمها مبدأ العدالة اللي الدولة المصرية أدخلته بكفاءة في خلال السنوات القليلة الماضية، يعني خلينا نتكلم على آخر
خمس سنين منذ او اخر ثلاث سنين منذ اندلاع ازمه كورونا ثم الازمه الروسيه الاوكرانيه، وقدرت مصر تكون صوت الجنوب في تبني مبدا العداله التي ينبغي ان يتعامل بها العالم في نظرته لقضايا دول الجنوب في علاقتها بدول الشمال المتقدم، وايضا اهميه العداله في السياسات الماليه، اهميه العداله في القضايا المناخيه، اهميه العداله في القضايا التي تتعلق بالنظر للاوضاع الداخليه للشعوب، اهميه العداله في مراعاه الفروق الثقافيه بين الشمال المتقدم والجنوب. الدوله المصريه قدرت من خلال هذه المبادئ اللي اتبعتها، وايضا مبدا مهم جدا الوقوف على مسافه واحده من كافه قوى النظام الدولي، وايضا الوقوف على مسافه واحده مع كافه الاطراف الاقليميه بهدف الحفاظ على علاقات مستقره وامنه للدوله المصريه في التفاعل مع قضاياها الاقليميه والدوليه. لما نبص لهذه المبادئ ومدى تطبيقها على الارض على مدار السنوات الماضيه، بنشوف الدوله المصريه قدرت تحقق نجاحات مكنتها ان العالم بيعتبرها شريك اساسي في الحفاظ على الامن، شريك اساسي في الحفاظ على الاستقرار في الاقليم، شريك اساسي في تفهم رؤاها تجاه القضايا الاقليميه والدوليه، شريك اساسي وفاعل رئيسي في التعاطي مع القضايا العاجله التي يمكن ان تهدد امن واستقرار الاقليم الذي تندلع دون توقع، يعني في ازمات بتندلع دون توقع زي الازمه السودانيه اندلعت دون توقع، ولكن الدوله المصريه كان ليها دور كبير في ذلك في محاوله استقرار الاوضاع في السودان الشقيق، كذلك الاوضاع في الدول العربيه التي تازمت منذ 2011، وكان يمكن للدوله المصريه لولا اراده هذا الشعب ولولا وجود قياده تمكنت من احتواء هذه المطالب في 2013 ان هي تنجو بالدوله المصريه من مصير هذه الدول. هذه الدول لم تخفى على صانع ومتخذ القرار في السياسه الخارجيه المصريه ان هو يتفاعل معها بايجابيه، وشفنا ازاي الدوله المصريه نصرت الحقوق السوريه، نصرت الحقوق اليمنيه، نصرت الحقوق الليبيه في ضروره الحفاظ على الدوله الوطنيه في هذه الدول. كل ده بيقدم مصر كدوله نموذج رشيد وعقلاني في التعاطي مع قضاياها ومحيطها الاقليمي والدولي، وبيفرض على العالم الاستماع لصوتها بكل الاحترام وبكل التقدير عند التحدث في اي من هذه القضايا. صحيح. بالطبع الرؤيه الحكيمه والاداره الرشيده من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لاداء كافه المؤسسات المعنيه بتنفيذ هذه السياسه الخارجيه المصريه بتمكن مصر ان تكون الشريك الرئيسي للعالم في التفاعل مع هذه القضايا. وتبقى القضيه الفلسطينيه هي القضيه. صحيح. الام اللي الدوله المصريه بتساهم بقدر كبير من الجهد، وده من الاسباب الرئيسيه اللي الدوله المصريه من سنه 48 حط هذه القضيه او تضع هذه القضيه محور اهتمامها، وهي القضيه الام للدوله المصريه، لان فلسطين هي ارض عربيه، فلسطين هي حق عربي، والدوله المصريه تتبنى المطالب المشروعه للشعب الفلسطيني وللدوله الفلسطينيه وفقا لقرارات الامم المتحده ووفقا لقرارات الشرعيه الدوليه. وبتتعاطى مع هذا الامر على الارض بنوع من الرشاده ونوع من العقلانيه والتدخلات الحاسمه بفعل مؤسساتها الامنيه الفاعله على الارض اللي بتقدر تاخذ خطوات تسبق الجميع عند حدوث او اندلاع اي نوع من الازمات بهدف استقرار الاوضاع وعدم يعني تدهورها في مسار يمكن ان يهدد الاقليم ويمكن ان يهدد دول كثيره في هذا الاقليم جراء ما يمكن ان يحدث نتيجه تطور اي ازمه من هذه الازمات السابق اشاره اليها. اذا الدوله المصريه قدرت تقدم نفسها باعتبارها نموذج مختلف يتبنى سياسات عقلانيه، يتبنى سياسات رشيده، العالم يحترمها كثيرا، والعالم يقدر ما تبذله الدوله المصريه من جهد، والعالم يقدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قدر ينقل الدوله المصريه في اداره علاقاتها والتعبير عن صوت الجنوب، وده كان اكبر نجاح حققته الدوله المصريه ان هي توجهت الى الدائره الافريقيه واعتبرتها الدائره الرئيسيه والام للتفاعل مع قضايا العالم. وده حقق مزيد من الترابط والتقويه العلاقات مع دول القاره الافريقيه، مكن مصر ان تترأس الاتحاد الافريقي، ومكن مصر ان تتحدث باسم الاتحاد الافريقي، وتعيد ربط الاتحاد الافريقي بالعديد من القوى الدوليه، وتعيد ربط الاتحاد الافريقي بالعديد من التنظيمات الاقتصاديه الدوليه، وشفنا النجاحات اللي افريقيا حققتها سواء في العلاقات مع اليابان، سواء في العلاقات مع الصين، سواء في العلاقات مع المانيا، سواء في العلاقات مع روسيا، سواء في العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه، سواء في العلاقات مع فرنسا. إذن هي نجاحات محسوبة للدولة المصرية على مدار السنوات الماضية. وجزء كبير جدا من تغير النظرة الخارجية لمصر لمحاربة الإرهاب في نفس الوقت بنسير في مسارات تنمية، تجربة مهمة جدا لمصر بتحكى دائما في المحافل الدولية، إزاي قدرنا نقضي على الإرهاب في وقت قصير الحمد لله وبنسير في اتجاه التنمية. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، ألف شكر ليك يا فندم.